خير. أنا درست موسيقى. لا بعد ما بلشت. بيقولوا الفن بيقوم على 3 ركائز: موهبة، دراسة، وممارسة. برأيك إذا فقدت إحدى هالركائز ممكن الفنان يبرع؟ أكيد أول شيء مفروض إنه الموهبة تكون موجودة، وبعدين الدراسة والممارسة بكملوا الفنان. شايفتك متلبكة، بدك تغلبتي بس قومي؟ إن شاء الله لا. نتمنى لك التوفيق، تفضلي. Yeah.